ثمن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي جهود الأشقاء في الأردن ووقوفهم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف، مستعرضا لدى استقباله سفير المملكة الأردنية الهاشمية في اليمن سليمان الغويري جهود تنفيذ التسوية السياسية في اليمن ومستوى الإنجاز فيها. السفير الغويري بدوره جدد وقوف الأردن ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن ودعم أمنه واستقراره ووحدته وتقديم كافة الخبرات والإمكانيات التي من شأنها الإسهام في عملية البناء والتنمية، مباركا النجاحات التي تحققت في عملية التسوية السياسية وما قطعه مؤتمر الحوار للخروج بقرارات تلبي تطلعات الشعب اليمني في مستقبل أكثر أمنا. وفي السياق نفسه تسلم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من سفير تركيا لدى اليمن فضلي تشورمان رسالة من الرئيس التركي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. الرسالة تتضمنت تأكيد دعم تركيا لليمن في مختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب وخاصة في هذه المرحلة وبما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته. رئيس الجمهورية دعا الشركات التركية ورجال المال والأعمال الأتراك للاستثمار في اليمن في مختلف المجالات مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لهذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل حقق نجاحات كبيرة وأوشك على الانتهاء بعد نقاشات عميقة وإيجابية لكافة القضايا الوطنية وسيخرج بقرارات تلبي تطلعات وطموحات كافة أبناء الشعب اليمني. وفي غضون ذلك استعرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي الذي يزور بلادنا حاليا جوانب التعاون بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية والمشاريع التي يمولها البنك في اليمن. في اللقاء أشاد الرئيس عبد الرب منصور هادي بجهود البنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية خاصة في هذه المرحلة والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن البنك الإسلامي للتنمية من الداعمين الأساسيين لليمن.